بارك وتعالى علمنا الأدب مع والدينا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا سلام، شوف الاحتراف بحقوق الوالدين كما ربياني صغيرة. تذكر انت لما ام ابوك ينهرك ولا يطلب منك، تذكر انت ساعات كنت صغير لا تملك لنفسك نفعا ولا ضر. امك وابوك سهروا الليالي في علاجك، في تربيتك، في اكلك، في شرابك، غسيلك، نظافتك. شوف ده كل زول لو يذكره ما بيرفع عينه يعيل امه ولا ابوه في عينه. احترمه، يبقى ده الادم. فلا تقل لهما اف. العلماء قالوا لو كان في كلمه قل من كلمه اف كان ربنا ذكرها. بس ذول منادته بس كلمه خشمه يعني زعلان، ما يتأفف، ما يكشر وشه، ما يكشر، ما يربط، ما ينرنر، ما يعمل اي حركه تدل على انه كلام امه كلام امه عي. نعم، يسوع تواضع. فاخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. احتراف الجميل للوالدين. ولذلك الوالدين حقهم عظيم. الزول بيقوم بالعناية بوالدين بالوالدين أجر عظيم. ولذلك جعلنا أنس بن مالك أن قال رجل: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال: فهل من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: قابل الله في برها. فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. يا سلام، يا سلام، ثلاثة: حاج ومعتمر ومجاهد. ألقى الله في برها، يعني احرص كل الحرص. كان المد ياك قبل أمك تكون باربية، جلي أمك قبلك تكون باربية، عملت كده ربنا يديك ثواب الحج، ثواب العمر، ثواب الجهاد في سبيل الله.